السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاي اعرف مواصفات جهازي واقيم مستواه على ويندوز 7؟ عشان اعرف مواصفات الجهاز بتاعي، اي جهاز انا بقعد عليه، بنفتح قائمة ستارت، لو لقينا هنا ران بنضغط عليها، ما لقيناش ران بنعمل سيرش عليها RUN ونقوم ضاغطين على ران. في ران بنكتب الامر اللي مكتوب ده DXDIAG ونضغط انتر. لو طلعت لي رسالة بضغط انتر، ما طلعتش خلاص. ده مواصفات الجهاز اللي موجودة قدامنا. اول حاجة كاتب لي التاريخ واليوم، بعد كده اسم الجهاز، بعد كده النظام التشغيل بتاعه اللي هو ويندوز 7 التيميت 32 بت، بعد كده اللغة انجليزي. عايز انوه بس هنا على حاجة، ان مواصفات الجهاز ده، بما ان الجهاز ده قديم وبقاله كذا سنة، فمواصفات الجهاز هتبقى ضعيفة، مش هتبقى مواصفات عالية يعني. بعد كده التصنيع، الجهاز بتاع شركة HP. بعد كده الموديل بتاع الجهاز ده HP 550، الموديل ده بتاع اللابتوب يعني. بعد كده الفيرجن بتاع البايوس، بعد كده البروسيسور نوعه كورت ديو 1.8 و2 CPU. بعد كده الميموري اللي هي الرامات 1 جيجا رام، وبعد كده البيج فايل وده مهم جدا، سرعة الجهاز، وبعد كده الدايركت اكس فيرجن 11. دي كلها مواصفات الجهاز بتاعي. عايز اعرف الديسبلاي كارد اللي هو كارت الشاشة 251، يعني هو قارئ ان هو 251، طبعا هو اصلا 256. تمام، يبقى كده قدرنا نعرف مواصفات الجهاز ده من حيث الويندوز اللي موجود عليه، من حيث البروسيسور بتاعه، سرعته واسمه ونوعه، من حيث الرامات، كل ديت المواصفات اللي انا محتاج اعرفها عن الجهاز، وغيرها طبعا زي كارت الشاشة. ده كله من الامر بتاع ديكستاش. لو المواصفات دي بالنسبة لي مهمة قوي، ممكن اقوله سيف اول انفورميشن وسيف تكست فايل على الجهاز عندي بالمواصفات ديت. دي مواصفات الجهاز كلها. ممكن لو انا احب اقارن ما بين جهازين ولا حاجة، فاحتفظ بالمواصفات ديت عندي لسهولة المقارنة ما بين الاجهزة. النقطة التانية بقى في الموضوع بتاع النهاردة، هو ان انا عرفت دلوقتي مواصفات الجهاز، بس انا عايز اقيمه بالنسبة لويندوز 7. بمعنى ويندوز 7 في حاجة زيادة عن الويندوز التانية زي XP، هي ان انت لو جبت كمبيوتر وضغطت على كليك يمين واخترت بروبرتيز، هيجي هنا هيديك برضو مواصفات الجهاز اهي، الرامات، البروسيسور، التايب بتاع السيستم 32 بت، كل دي مواصفات جهاز. تمام، في حاجة تانية تحتها هنا الريتنج اللي انت الجهاز ده واخد فيها 2.7 من 10، ده تقييم الجهاز، تقييم مستوى اداء الجهاز بالنسبة لويندوز 7. يعني ويندوز 7 بيقيم الجهاز ده ياخد كام، فهو واخد 2.7 من 10. لو ضغطنا بقى على ديت، هنلاقي كاتب لك فوق ان التقييم ده بيتراوح من 1 ل 7.9 من 10، يعني تقريبا من 1 ل 8. يعني الجهاز اللي انا قاعد عليه دوت واخد 2.7 من 10 من 8، 8 اللي هي ايه 7.9 من 10، احنا قربناها وقلنا 8. تمام، ليه بقى واخد 2.7 من 10؟ هتلاحظ ان هو واخد اقل رقم في الارقام دي. ايه هي الارقام ديت؟ هي حاجات بتحدد سرعة الجهاز ومستواه، زي البروسيسور، زي الرامات، زي كارت الشاشة، زي الهارد ديسك. تمام، طبعا واخد في هارد ديسك كام؟ 5.4 من 10، واخد في كارت الشاشة 2.7 من 10، واخد في الرامات 4.5 من 10، واخد في البروسيسور 4.8 من 10. طبعا بما ان لما بيكون عندك اكتر من حاجة شغالة مع بعض، ابطأ حاجة فيهم هي اللي بتحدد السرعة. يعني لو احنا 10 شغالين مع بعض، فينا عيل صغير بطيء مثلا، العيل الصغير دوت هو اكتر حاجة بتحدد سرعتنا، لانه ابطأ واحد فينا، فما نقدرش نسرع اسرع منه، لان ايه، هو مش هيلاحق عليه. تمام، هي نفس الفكرة هنا. هنا الكارت الشاشة بالنسبة للمواصفات ديت اقل، فبالتالي هو بيقولك ان المواصفات دي 2.7 من 10 من 8. طبعا كده يبقى الجهاز ضعيف بالنسبة لويندوز 7، يعني شغل ويندوز 7 بس يعمل ايه مشاكل، ان هو يبقى تقيل شوية، كل شوية ممكن تحتاج ما تحملش صفحات، يعني تقفل في صفحات النت الكتير اللي انت فاتحها وهكذا.
2.7 دول بما انه رقم قليل تقول لي طب الرقم الطبيعي كام؟ اقول لك الرقم الطبيعي في اي جهاز اتسطب عليه ويندوز 7 ان هو يكون فوق الاربعة، يبقى على الاقل الطبيعي بتاعك اللي هو الاربعة والخمسة، ده يبقى جهاز طبيعي ويكون اداؤه في ويندوز 7 اداء كويس. انما لو اقل من اربعة هيبتدي يعمل معاك بعض المشاكل. وطبعا عرفنا ازاي هو بيقيم الجهاز، وعرفنا ازاي نقدر نجيب مواصفات الجهاز في اي فيرجن من بتوع ويندوز 7 من قائمة ران. هنكتب الامر دي ديكس دايش اللي هو دي اكس دي اي اي جي، يطلع لنا المواصفات زي ما حصل قدامنا. وبكده نكون عرفنا مواصفات الجهاز وعرفنا مستوى تقييمه في ويندوز 7. شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.